السلام عليكم ورحمة الله زبائننا الكرام. جهاز OBD Star X300 Pro 3، هذا النيو أبجريد. طبعا جهاز رائع جدا، معروف على مدى السنوات ببرمجة المفاتيح، طبعا بالإضافة لأنه ببرمج مفاتيح، ببرمج الـ EBB Electrical Parking Brake، بيشيك الـ OBD2 يعني بيفحص السيارة، كمان بيعمل Battery Matching وبيعمل ECU Programming. تصور بيعمل ECU Programming، نقطة مهمة جدا هذه، وأويل سيرفيس ريسيت. طبعا ببرمج الـ ECU، بيعمل كودينج عليه، بيغير الفين نمبر، بيسوي أشياء كثيرة، بيعمل الأويل تشينج اللي هو غيار الزيت، والإيموبلايزر بروجرامينج، ببرمج الإيموبلايزر اللي هو المفتاح، وبيعمل أود ميتر أدجستمنت فيا OBD، قوي جدا بالموضوع هذا، وريموت كنترول بروجرامينج، ببرمج الريموت كنترول. طبعا هذا الجهاز بيجي معاه الباكينج ليست اللي بتبين لك الأغراض الموجودة فيه، المين يونت، وبيجي فيه 6، خلينا نشوفهن. وهذا اليوزر مانيوال، يوزر مانيوال مالته بتيجي معاه كمان. هذا الجهاز الوحدة الرئيسية لو شايفينها بيجي لونه برتقالي، عندنا نفسه بالضبط اللي هو الكي ماستر بيجي لونه أخضر، أتوقع شرحنا عنه في فيديو سابق. هذا هو، هذا المين يونت، تمام. وعندنا كمان بيجي معاه الوصلات مالته، هذا مالت ال 616 بن اللي هي مالت الفحص الرئيسية، هذا الـ OBD 16 بن لو شايفينها. وعندنا هذا كيبل الرئيسي اللي بيشبك مع السيارة، تمام. فانت بتشبك هذا الكيبل مع هذا، مع هذا الكيبل، وبتدخله في السيارة. وبيجي معاه أجزاء الثانية اللي هي وصلة الهونداي، وصلة الكيا، وصلة الهوندا، وعندك هذا الشارجر مالته، وهذا اللي بتعمل التحديث الـ USB عن طريق الـ USB، وهذا عندنا الإبروم ريدر والشرائح اللي معاه. جهاز أكثر من رائع ومعروف على مدى السنوات، جهاز الـ X300 برو، البرو 300، رائع جدا جدا. لطلب الجهاز اتصلوا على 0971501679414، الإمارات الشارقة، المهندس لعدد الورش.